تعالي نشوف مع بعض تقرير عملناه في يحكى أننا نزلنا الشارع وقررنا ان احنا نسأل الناس عن الشخصية السامة او الشخصية التوكسيك. تعالوا نشوف كده مع بعض رأي الناس ايه ونرجع لكم تاني. لا الحمد لله انا ما خدتش تجربه عاطفيه، هي زوجتي بس كده تودينا في ده. لا الحمد لله، هي اول تجربه وخطبت والحمد لله وراح اتجوزها. كانت تجربه واحده بسبب عدم تقدير الظروف يعني. لا مش بفكر في سني دلوقتي ان انا اعمل كده بصراحه. مره او مرتين يعني. لا الحقيقه ما خدتش اي تجربه عاطفيه. ما دخلتش. اكيد طبعا دخلت في مرتين وفشلت فيها يعني. كنت مهتم شوية بالدراسة والشغل. مش فاضي. التجربة العاطفية بتفشل عشان الاختيارات في البداية بيبقى الاختيار متسرع شوية. والله ليه عادي، بتبقى أسباب مختلفة، مثلا مش متفاهمين مع بعض، الآراء مختلفة، بس يعني حاجات كتير. دخلت تجربة وفشلت لأني ماديات ما ارتاحوش لبعض. بيبقى اختلاف بين الاثنين، دايما بيبقى واحد رايه في حاجه وواحد تاني رايه في حاجه تاني. يعني كانت تفضل ان هي تبقى في الفريند زون، تبقى احسن من ان هي تخش في السكه ديت. يعني هو تقريبا بيبقى الانسان بيفكر بقلبه اكتر من عقله. يشغل نفسه. عادي خالص، الدنيا كده عمرها ما هتقع، يلاقي واحده تانيه شبهه وزيه وبس، الدنيا مش هتقع اكيد يعني، مش اخر الدنيا اكيد. اعرف علاقه تانيه فانسى القديم. لا هي مش محتاجة أذى نفسي، عادي الموضوع فشل، ممكن واحد يفشل في الدراسة، ممكن واحد يفشل في الشغل، فعادي بما إنك ممكن تفشل في حاجات كتير مش لازم العلاقة هي اللي تكمل. الموضوع بينتهي بدون أذى يعني، يعني موضوع القصة نفسها انتهت بدون أذى طالما في احترام بين الطرفين يعني. يتجاوز فشله العاطفي بالنسيان الأول وال ويعني إيه، مفيش لوم، هو كل شيء بيبقى قضاء وقدر، وبالذات الحاجات دي. ما بحبش اوصل نفسي لنقطه ان انا ابقى اتعلقت قوي عشان ابدا بقى افكر هنسى ازاي، يعني ما بحبش ان اوصل للنقطه ديت عشان ما احطش نفسي في حاجات انا مش هبقى حاببها يعني. يعني انا من وجهه نظري ان هو طبعا ان هو يقرب من ربنا، ان هو يبتدي ان هو يصلي يقرب من ربنا اكتر، ان هو يبتدي ان هو يشتغل يشغل وقته اكتر، يرمي اللي حصل دوت ورا ظهره ويستفيد كمان من خبرته علشان ان هو يقدر ان هو يتجاوز المحنه بتاعته. العمل يعني انت تشتغل واللي انت تشوف حاجات هتفيدك في حياتك قدام. هو الموضوع اصلا مؤذي نفسيا في الاول وفي الاخر، فانت يعني ما تقدرش تقول لحد ما انسى اي حاجه يعني، بس هو في الغالب يعني لسه قدامك اكتر من يعني هيبقى في تجارب اكتر جايه تقدر ان انت تاخدها. رجعنا لحضراتكم مره تانية ولسه بنتكلم عن خدعه الفلامينجو، ونهله النهارده بتكلمنا عن خدعه الفلامينجو وهي الشخصيات السامة اللي ممكن تكون موجودة في حياتنا وتحديدا في العلاقة العاطفية.